السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل افضل حزمه ملحقات ضوء، ملحقات لايت، ملحقات ضوء وشعاع الكل يحتاجها للتصميم والمونتاج. طبعا حزمه جدا احترافيه، هذه الحزمه لو في بعض المواقع مدفوعه بس انا جايب لكم مجانا. ففي هذا الفيديو بشرح لك كيف تحمل هذه الحزمه، فراح بستعرض لكم وبشرح لكم طريقه الاستخدام. اول شيء طريقه تحميل الحزمه جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على هذا التدوين او الموقع الخاص به، تنزل لتحت هنا اذا تبي تقرا اقرا التدوين حتى تستفيد. تنزل لتحت بتحصل رابط التحميل الحزمه من ميديا فاير، اوكي؟ بس تضغط على الرابط بيوديك الى صفحات اعلانيه، اذا تخطى الاعلانات بيفتح لك موقع ميديا فاير، هذا الموقع تضغط على الداونلود فيبدا التحميل. اذا ما تعرف كيف تتخطى الاعلانات في فيديو في الوصف بيشرح لك طريقه تخطي الاعلانات. اوكي، بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، تضغط على كليك يمين، اضغط اكستراكت او استخراج الرابط في القطعه، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل حزمه جدا احترافيه، حزمه الشعاع، حزمه لايت، حزمه ضوء. اوكي، الحين راح بشرح لك كيف تستخدمه. تفتح برنامج فوتوشوب، هذا الصورة أنا مصممها من نفس الملحقات. الحين مثلا أفتح لكم هذا الخلفية. الحين مثلا تريد تصمم غلاف يوتيوب أو صورة مصغرة، الحين تختار، تضغط على هذا الزر تختار الضوء، تختار الضوء اللي يناسبك. وين راح الضوء؟ هذا هو، نختار الضوء من هنا مثلا. مثلا هذا الضوء، أعطيكم مثال، مثلا هذا الضوء بس اضغط عليه اختار، الحين بيطلع لك بهذا الشكل. الحين حتى تزيل الخلفيه نفس ما تشوفون، الخلفيه تخلي بس الشعاع. كل ما عليك انك تضغط على علامه الصح اول شيء، الحين تروح هني اضغط كليك يمين، اضغط بلندنج اوبشن، هذا الخيار، ثاني خيار. اوكي، الحين روح لهذا الخيار، اضغط على هذا الخيار، اختار هذا كلر ليجيتر كلر، هذا الخيار اضغط عليها، فخلاص يتم، بس يتم اختيار الشعاع. بس تقدر تختار مثلا شعاع ثاني، مثلا اعطيك مثال، مثلا هذا الشعاع او هذا الشعاع، مثلا هذا الشعاع. نفس الطريقة اضغط، اروح اضغط على هذا الخيار، اضغط هني اختار هذا الخيار، فخلاص تم وضع بس الليت بس بدون خلفية. بهذا الطريقة تقدر تصمم صورة مصغرة عندك لي لايت بروش الوان ولايت، ناس يشوفون نقدر نختار اي واحد لايت، شوفوا شيء خرافي. عندك لايت اشياء اخرى مختلفة في بعضها بدون خلفية، مثلا تختار مثلا هذا الشيء، شوفوا شيء خرافي. الكل يحتاج هذا الملحقات للتصميم والمونتاج. بس هذا هو الملحقات، انصح الكل يحمله. راح بستعرض لكم هنا على السريع، ناس ما تشوفون على السريع، راح بستعرض لكم. شوفوا هذا اللايت البروش، بس هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.